استاذ عمرو جاب الله. استاذ عمرو جاب الله عنده عنوان بقى اخطر من العنوان بتاعك. ليه؟ انا ما عنديش عناوين. بص يا اخي خطير قوي. هل تتوقع ان اوسوريو يكمل الموسم مع الزمالك؟ السؤال بدري علي. ما انت اللي كاتبه. كتبت ايه؟ شفتوش يا ولا شفتوش. طيب اوسوريو يكمل الموسم مع الزمالك ولا لا؟ اولا ممكن اقول لك توقعي انا اصلا. ايه؟ ممكن اقول لك توقعي. ان هو مش هيكمل؟ مش معلومه. توقعي انه مش هيكمل. معلومه عندك. ماشي. المعلومه اللي عندي ان في بعض المرشحين اللي في سباق الانتخابات في الزمالك بيتفاوضوا مع بعض الاسماء، وان في بعض الوكلاء عرضوا عليهم بعض الاسماء المدربين، ومنهم مدربين سابقين كمان يعني. زي كرتون. زي كرتون مثلا في بتاع. المعلومه اللي عندي ان اللجنه الثلاثيه بقياده الدكتور عماد البناني مش عايزه تاخد قرارات كبيره. يعني مش عايزه تتدخل فنيا في الفريق، مش عايزه تتدخل في امور لها علاقه بتعاقدات هيبني عليها موسم كامل. الناس جايه تعمل انتخابات. فاكر لما كنت بقول لك لما كان بيتقال ان في لجان منبثقه ومش عارف ايه، قلت لك اللجنه دي جايه تعمل انتخابات. وزاره الشباب والرياضه والجهه الاداريه معيناها تعمل انتخابات، سير اعمالها تعمل انتخابات. صح. فبالتالي الناس مش عايزين يتدخلوا في الامور الفنيه والامور اللي هي هيتبني عليها موسم. صح. ولكن لو الامور اضطرتني، نتيجه ارتا سولار هي اللي عملت او ارتا سولار هي اللي عملت القلق ده. ان الزمالك انت عندك بيراميدز وعندك بيراميدز وعندك ارسنال العوده بناء على مجموعه النتائج، وخلاص داخلين كمان على شهر الانتخابات. ممكن اسالك سؤال مش في المنهج؟ اتفضل. السؤال ده بقى مش هو اللي حاطه لي بيراميدز. ده سؤال انا. تمام. ده سؤال من عندي انا. هل في مرشحين في انتخابات نادي الزمالك يشاركون في القرار داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي؟ في بعض. في بعض. اه انا بتكلم على بعض اكيد مش الكل. في بعض المرشحين يتدخلون او يشاركون في القرارات اللي بتتاخد في نادي الزمالك دلوقتي. مش بالمعنى الحرفي يا كريم. هو بيجي يقول لك ايه؟ هي بتتباع ازاي يا كريم؟ قول لي. انا مثلا قعدت مع لعيب مهم في الفرقه، خلصت معاه مساله تجديد عقوده. تمام. او مشاكله الماليه اللي معاه. ده انا ايه المرشح؟ انا المرشح. وقبل ما اروح اقعد معاه كلمت مثلا السيد احمد فؤاد الوطن المدير المالي مثلا، او الدكتور عماد البناني رئيس اللجنه. ماشي. او الاستاذ ايمن شعراوي اللي هو مدير النشاط. ماشي. يا جماعه انا هقعد مثلا مع اكس من الناس هخلص معاه المشكله دي. حلو. ايه رايكم؟ طب ويا خزينه النادي انت عارف انها لا تتحمل المبالغ ده في الوقت ده. لا ده الموضوع من خارج خزينه الزمالك. طب اتفضل لو هتقدر تخلص خلص. فالناس مش بتدخل في القرارات. هي نفس ما مشكله اليد لما على فكره مش بقول بتدخل بشكل سيء، هي تشارك كل اللي بيتدخل بالمشوره بالامور الماليه. امور ماليه. امور ماليه ما فيش حاجه ثانيه. من غير مشوره ومن غير اي حاجه هم بيتدخلوا في امور ماليه، ان هو بيدخل يدفع يخلص مشكله. وسلام عليكم وعليكم السلام. تمام. بس اللي بيحصل كويس ان هو بيقول للجنه وبيختارهم. انا هعمل كذا، واحد اثنين ثلاثه. تمام. اتفضل اعمل. زي ما انا قلت لك لما كنا بنتكلم على ايقاف القيد، فاكر لما اول حلقه جيت معاك فانا في القناه الاولى لما كنت بتقولي انا قلت انت جايب 20 صفقه النهارده وبتخض الناس. صح. لما قلت لك مفيش صفقات ساعتها كان ايه اللي متروج على الساحه؟ انه في صفقات. ان رجال اعمال هيجمعوا المبلغ ومش عارف. انا كنت أنا كل يوم كان بيطلع لي من نادي الزمالك يقول لي ايه من جوه نادي الزمالك. هنتفاوض مع فلان، هنتفاوض مع فلان. انا كنت كل يوم اربع خمس لعيبه. والله تعبت. انا جيت قلت لك ايه؟ قلت لك في الصفقات. قلت لك الموضوع فيه انا ايه؟ انا مش هدفع الارقام دي كلها. وانا مش ضامن النادي رايح فين. صح. انا هجمع الفلوس دي لما يجي اداره بعينها. انا واثق ان الفلوس دي هتتصرف في مكان صح. وفي صفقات كويسه. يبقى خلاص. هايل. فاكر لما قلت لك اشرف هيلف يلف مش هيلاقي اهلي، مش هيلاقي بيراميدز، مش هيلاقي مش عارف ايه. برضو اشرف فضل فتره كبيره يلف لغايه ما الريان القطري مد العقد قصيره جدا. قد ايه بقى؟ ده سؤال بجد؟ والله قصير؟ ثلاث شهور. والله قصير. مش سهل. والله قصير. انت مش سهل. انت مش سهل. قول ما تكسبش. لازم قول بس. اشرف مدته قصيره جدا يعني. يقدر في يناير اللي جاي يمضي في نادي جديد. اللي هو الزمالك؟ الله اعلم. أولا. احنا هنتكلم في الغيب. جاي لك انا. هنتكلم في الغيب. خطير. هو قال لك مده قصيره، بيقول نص المعلومه، عشان لما الزمالك يحل مشاكله الماليه في شهر يناير. في يناير يبقى اشرف بن شرقي يجيبه فري. انا عايز اقول لك على حاجه بمناسبه اشرف. انا بيعجبني كريم بالك. كريم من وكيل اعمال اشرف بن شرقي. وكيل اعماله. ورضا سليم بالمناسبه. ورضا سليم بالمناسبه. وقبلها اكتر من لاعب زي وليد الكارتي ومحمد الشيبي. في نقطة مهمة.
في لعيبه بتتعرض في الدوري المصري احنا ما بنفكرش فيها، زي ما اتعرض زي ما هو عرض على الاهلي سفيان رحيمي وموسيماني قال لك مش عايزه. صح. نفس الكلام حصل في الزمالك، عرض لابا كوجو قبل العيد والموضوع خلصان، الزمالك رفضه. فبالتالي الفكره ان اشرف تحديدا من الناس اللي وكيلها دايما ميال لشويه للدوري المصري. هاي. يقول لك الفاترينا كبيره وفيها جمهور. هاي. هاي. وفيها شعبيه كبيره. هاي. انت حتى لما الجمهور ما بيحضرش عندك لعيب الكوره يا كريم طول ما هو ماشي في الشارع بيحس انه ملك متوج. تفتكر اشرف بن شاي ممكن يجي الزمالك في يناير؟ لو عايز يعيد نفسه للبريق تاني بالتاكيد خطوته الزمالك. طب معلوماتك بيفكر في ده؟ مليون في المية.